Άγιος ο Θεός, Άγιος εις χέρος, Άγιος ασάνατος, αμήν αλληλούια. Κουδούς ο Λακουδούς, Κουδούς ο Λκαουί, Κουδούς, Κουδούς ο Λχαϊα Λλά, αμήν αλληλούια. قدير إله عظيم خالق أشرح معنى التفسير أمين الليلويا معنى يا محلى ليس غير الله إله نسبح فوق أعلى سماء أمين الليلويا وقوال أمين الليلويا تسبحه الشاروبيم أيضا السيرافيم قائل بصوت عظيم أمين الليلويا إن النورانية طه مطر روحانية يصيحون علانية أمين ربوات وألوف من حول العرش صفوف يقولون وهم وقوف أمين الليلويا والأربعة كائنات من تحت العرش ثبت يتلون كل الأوقات أمين الليلويا الأول شبه أسد منظر من غير جسد وأعين بلا عداد أمين الليلويا الثاني شبه السود وهو منظر من نور يصح بلا فتور أمين الليلويا الثالث شبه عقاب يسأل عن الطير بإجاب أمام وحيد الآب أمين الليلويا الرابع شبه إنسان يسأل عنا الغفران أمام الله الديان أمين الليلويا منظر بالنور ماكسي يسبح في إتهمسي من فوق على الكرسي أمين الليلويا منظر بأنواع شتى سرافين بأجنحة ستة يصيحون بلا سكتة أمين الليلويا والأربعة والعشرون قسيس دهنا بمقام نافيس يصيحون بالتقديس أمين الليلويا وتسبحه الأفلاك الذين سلكوا الأسلاك من فوق أعلى السماوات أمين الليلويا ساطنا قد صار شيطانا بالاستكبار لما بطل هذا التذكار أمين الليلويا مسكين من يسمعها في حضرك قائلها ولا يتلو معها أمين الليلويا الليلويا تسبح وترتل ومديح بها نصرخ ونصيح أمين الليلويا أمين الليلويا
سطر لإله عظيم سطر يجب له تذكار أمين الليلويا الليلويا ترتين وتسبح وتهلل وهي أفضل ما قيل أمين الليلويا مكون ما كان كائن قبل الأكوان ما يخلو منه مكان أمين الليلويا سبحانه جل ثنا لا في لا عبارة ولا معبود سوى أمين الليلويا سبحانه خلقا للماء نارا وأرضا صما أوجد من العدم أمين الليلويا سبحانه رب غيور رؤوف رحيم غيور على كل فعل سطور أمين الليلويا الليلويا قد صدقت بر الأبرار قولوا أيها الحضار أمين الليلويا داود بها تنبأ وبفضلها أنبأ بأقوال تتلألأ أمين الليلويا في شرح سفر المزامير 151 مزمور وفي آخر كل مزمور أمين الليلويا تقرأ سائر الأوقات إلى خالق السماوات وفي شرح الهوسات أمين الليلويا وقسم للقربات بإفشيني من وفي شرح الإيمان أمين الليلويا مدح داود البر مريم ست الأبكار على العشرة أوطار أمين الليلويا بالأرغن والقيثار والصنوج مع الأوتار والدف مع المزمار أمين الليلويا قل يا ابن ربك اختارك وأحبك اصغي وانسي شعبك أمين الليلويا عنها أيضا قل يا جبل الله للعب أعلى من كل مثال أمين الليلويا وسمها سريون وقال منها يكون إله سر مجنون أمين الليلويا وسماها بالجملة الملكة المشتملة بالنور والحلة أمين الليلويا والجمع الأمم تصفق بتراتيل وهمم يتلون تسبح ونغام أمين الليلويا وألكم للإنسان المتعطف بالأحسن على البائس والمهان أمين الليلويا فإن الرب ينجي ومن الخيرات يعطي ما يكفي ويعافي أمين الليلويا يا رب إليك نسأل احفظ البابط ودروس الأمثال بتركنا واعطيه الإقبال أمين الليلويا يا رب طمنا على الساهرين عنا شركاء أصفتنا أمين الليلويا واحفظ يا رب الأرباب سائر كل الأحباب الحضر والغياب أمين الليلويا واحفظ يا رب الأرباب
سارح لمعانيها والعامل بما فيها. امين الليل.